السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماريسا سارة. اليوم غادي نشارك معكم كيكة البرتقال المقلوبة بصوص البرتقال، كيكة بمقادير بسيطة طرية ولذيذة جدا، وبقوا معايا حتى لآخر الفيديو باش تتعرفوا أكثر على الوصفة. المكون الأساسي للكيكة هو البرتقال. غادي نحتاج لثلاث برتقالات. بالنسبة لي كانوا كافيين باش نستخلص منهم شرائح البرتقال المبشور والعصير. أنا استعملت هذا النوع من البرتقال اللي كيتسمى بالبرتقال الأحمر، ويبقى لكم الاختيار. كأس زيت ما يعادل 200 مليلتر، كأس سكر 200 غرام، وكأس عصير برتقال ما يعادل 200 مليلتر تقريبا. ملعقة كبيرة من القرفة اللي تقدروا تعوضوها ب كيس الفانيليا، كيس من خمارة الحلوى ما يعادل 11 غرام، ملعقتان من الجوز. بالنسبة للجوز يبقى اختياري وتقدروا تستغنوا عليه. قبسة ملح، ملعقة كبيرة من مبشور البرتقال، 4 بيضات، وثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض ما يعادل 350 غرام. غادي نوضع البيض والسكر ونخفقهم مزيان. في هذا الوقت اللي كيتضرب البيض غادي ندوز باش نوجد السيرو او الشربات ديال البرتقال. طبعا نتوما تقدروا توجدوه من قبل. غادي نوضع كاس كبير من عصير البرتقال في كاسرول، نضيف ليه 3 ملاعق كبيرة من السكر ونحركه مزيان. ومن بعد غادي نوضعه على نار هادئة حتى الغليان، ونضيف له شرائح البرتقال اللي غادي نخليهم لبضع دقائق يغليو، تقريبا 4 دقائق. ومن بعد ما يتعسلوا غادي نوضعهم جانبا باش ينشفوا.
والان غادي نرجع للخليط، غادي نضيف ليه كاس الزيت قبسة الملح مبشور البرتقال والقرفة ونمزجهم مع بعضياتهم مزيان. نضيف عصير البرتقال والجوز اللي تقدروا طبعا تستغناو عليه فهو اختياري، ونخلطوهم مزيان. ونضيفوا الدقيق مع الخميرة الكيماوية خميرة الحلوى تدريجيا. غادي ناخد قالب الحلوى اللي دهنته وفرشت ليه ورق زبدة، وغادي نقوم بتوزيع شرائح البرتقال المعسلة بشكل دائري. غادي نفرغوا العجينة في القالب فوق طبقة شرائح البرتقال، وندخلها للفرن على درجة حرارة 180. بالنسبة للتوقيت يبقى على حسب نوعية الفرن. الشربات اللي عسلت فيها البرتقال غادي نرجعها فوق نار هادئة حتى تتركز، وهي اللي غادي نسقي بها الكيكة من بعد ما وجدت. الكيكة بعد ما توجد غادي نخليوها تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ومن بعد نقلبوها في طبق تقديم ونسقيوها بالشربات ونخليوها تبرد مزيان قبل تقديمها.
وصلنا لنهاية الوصفة. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها، وسلام في فيديو جديد إن شاء الله.